أهلا بكم من جديد. إذا من السوق الكويتية الآن إلى السوق الإماراتية والتي تظهر تراجعات نقطة مئوية واحدة من التراجع على سوق دبي المالي. أعمار اليوم تراجع بنقطة وسبعة أعشار النقطة المئوية، تعود إلى مستوى 8.70 فلس، بينها تتجاوز مستوى 9 دراهم، لم تستطع أن تستقر فوق هذه المستويات وعادت إلى التراجع. دبي إنفستمنت كومباني أيضا هذا السهم يتراجع بنقطة وأربعة أعشار النقطة المئوية، ما هي مستويات 3.42 في التداولات. يو بي بي أيضا على تراجع، بينما على قائمة الأكثر نشاطا اليوم في سوق دبي سهم واحد هو المرتفع أرابتك القابضة، مع هذه الأخبار الصحفية الأخيرة التي كنا قد تداولناها قبل قليل، طبعا من دون أن يكون هناك نفي أو تأكيد على الأخبار، ولكن أرابتك اليوم مرتفع ب 20 نقطة المئوية، 4.76 المستويات الآن. ودريك أند سكال على تراجعات ب 16 نقطة المئوية، بالرغم عن إعلانه عن هذا المشروع الجديد لدريك أند سكال السكك الحديدية في دبي، وبالتالي أيضا تراجعات على ب 16 نقطة المئوية. السهم يتراجع إلى مستوى 1.65. لننتقل الآن إلى سوق أبو ظبي المالي للأوراق المالية ونرى كيف التداولات. طبعا دعوني ألقي نظرة بس قديش القيم التداولات في سوق دبي، 127 مليون درهم إماراتي تقريبا. سوق أبو ظبي التي كنا أيضا شهدناها تتراجع جلسة الأولى البارحة، يعني الأسواق الإماراتية إذا ما أغلقت اليوم بالأحمر بيكون عندها جلستين منذ بداية الأسبوع جلسات متراجعة، 14 النقطة المئوية على سوق أبو ظبي عند 4850. لنلقي نظر على الأكثر نشاطا في سوق أبو ظبي، كنا شفنا جلف فاينانسز على تراجعات، الواحة متراجعة، الدار العقارية متراجعة، دانا غاز متراجعة، ورأس الخيمة العقارية التي تخالف اليوم بنشاط وترتفع. لنسأل أسيد خريصة عما يجري في الأسواق الإماراتية وخصوصا مع جملة الأخبار التي نسمعها عن الشركات. مرحبا بك أسيد، يسعد لي صباحك، حدثنا أكثر عن كيف يتم التفاعل مع الأخبار. يعني دريك أند سكال تحدثت عن مشروع جديد ولكن مع ذلك متراجعة، أعمار متراجعة بقوة، ما الذي يحدث؟ نعم، يسعد صباحك لبنى والسادة المشاهدين. بالفعل كما أشرتي وكما أشارت زميلة مؤمنة في ما قبل التداول، كان هنالك جملة من الأخبار الإيجابية عن الأسواق المدرجة خصوصا في سوق دبي المالي، أرابتك ودريك أند سكال وأعمار، ولكن لم تتفاعل، ربما فقط أرابتك تتفاعل إيجابا مع أخبارها الصحفية، والتي كما أشرت لم يكن هناك تأكيد أو نفي عن هذه حول هذه الأخبار بالاندماج مع شركة الخرافي ناشونال في الكويتية. ولكن ما زال الآن اليوم يعني الثاني على التوالي خلال الأسبوع هذا نشهد عمليات جني أرباح كنا قد شهدناها يوم الثلاثاء والأربعاء، كان يوم الخميس قد ارتد في المنطقة الخضراء المؤشر العام لسوق دبي المالي، ولكن خلال في بداية هذا الأسبوع شهدنا عمليات جني أرباح. لبنى المحللين يعني يعزون هذا التراجع إلى عدة أسباب، منها شركات الوساطة التي تتعامل بالتداول بالهامش قد أغلقت معظمها يعني المراكز المالية للعملاء، مما أدى إلى عمليات جني الأرباح. إضافة إلى ذلك وصول العديد من الشركات أو الأسهم القيادية في كلا السوقين إلى مستويات مغرية جدا لعمليات جني أرباح. حتى المحللين يرون حتى لو كانت عمليات جني أرباح وصلت إلى مستويات 4000 بالنسبة للمؤشر العام لسوق دبي المالي، يعتبر ذلك صحي وإيجابي ومجرد التقاط أنفاس بالنسبة للمتعاملين، حيث ما زال يعني الأداء جيد يفوق 17% أو 18% خلال أقل من شهرين منذ بداية تداولات ارتفاعات في سوق دبي، خصوصا في سوق دبي المالي. واليوم نشهد معظم الأسهم القيادية مستمرة في عمليات جني الأرباح وعمليات الضغوط عليها، حتى أيضا العديد منها وصل إلى مستويات مغرية للدخول عليها لبنى وبناء مراكز مالية جديدة. أعمار مستمرة في الانخفاض عند مستويات أقل من 8 دراهم 71-72. دبي الإسلامي عند مستويات 6 دراهم و16 تقريبا. كذلك الأمر بالنسبة لدريك أند سكال عند مستويات أقل من 1.68 درهم. دبي للاستثمار عند مستويات 3.22 دراهم، بعد أن كان أن وصل إلى أعلى مستوى له خلال الأسبوع الماضي عند مستويات فاقت 3.60 دراهم. حتى الاتحاد العقارية التي أعلنت عن زيادة نسبة تملك الأجانب في إفصاح على موقع بورصة دبي اليوم بزيادتها إلى 25%، حسب إحصاءات البورصة كانت بالأمس حوالي 15%، وبالتالي يعني هنالك زيادة حوالي 10% على نسبة تملك الأجانب. أيضا هي لا تتفاعل إيجابا تحت مستويات الدرهم أو عند مستويات الدرهم 90 تتداول، بعد أن وصلت أو تجاوزت مستويات الدرهمين بعد مقاومة عنيفة عند هذه المستويات استطاعت اختراقه، ولكن الآن نشهد عليها عمليات جني أرباح. من وجهة نظر المحللين والمتعاملين عمليات جني الأرباح إلى الآن منطقية وصحية في كلا السوقين. نعم، وأنا أشكر لك هذه المتابعة زميلنا أسيد خريصات، كنت مباشرة معنا من سوق دبي المالي.